قبل الفاصل كنا بنقول عن النقاط اللي ذكرها باتسو موسيماني في حواره معانا، المداخله يعني اللي كانت معانا بالامس اعتقد او اول امبارح، كانت اول امبارح. فاتكلمنا في كذا نقطه معاه، وهو دايما رجل صريح زي ما معروف عنه، بيقول لك انا غلطت في كذا، غلطت في كذا، كان في تاثير في كذا، لعبنا كويس في كذا. هو كان عنده بعض النقاط اللي اتكلم عنها. انا سالته مثلا يعني السكور كان كويس بس الاداء حضرتك راضي عنه ولا لا؟ هو قال الاداء انا غير راضي عنه، لكن عوض الموضوع النتيجة. فدي نقطة أولى ممكن رأي حضرتك فيها. هو بالنسبة لموسيماني المباراة اللي هو لعبها كلها مع النادي الأهلي، في مباراة كان بالأداء فيها بعادي جدا، في مباراة كان فيها فوز بس الأداء ما كانش بالمستوى اللي على النادي الأهلي أو الجماهير بتبقى عايزاه، أن الأهلي عنده كل المقومات، وبعدين الجماهير عايزة أداء ونتيجة. بس في مباراة حسابية بالنسبة لي هو أهم حاجة عنده نتيجة اللقاء. الأداء ده بالنسبة له هيجي بعدين. بس رغم كده هو ما كانش سعيد، يعني ما هي دي النقطة بقى. ما هو مش سعيد، بس أنت لو تشوفي التوتر اللي كان عليه لما النتيجة 2-1، أي حد في الدنيا هيتوتر، هيقلق. الفريق مش على المستوى النادي الأهلي، أقل من النادي الأهلي بنسبة كبيرة، بس في متغيرات، دخل فيه جون مثلا بالغلط، بقت النتيجة 2-1، لازم يبقى قاعد بره يبقى متوتر جدا جدا. السكور جه والحمد لله الأهلي قدر يكسب 6-1. الأداء بقى بيجي بعدين مع المباريات الكتير ومع الاستمرارية، ويبقى في تجانس بين الناس اللي هي جاية الجداد أو الناس اللي موجودة من الأول. فإحنا مش بنستعجل عليه، بس هو جماهير الأهلي بتبقى إيه عايزة كل حاجة مع بعضيها، بحسب حجم النادي الأهلي، حسب الـ 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 الأمور الفنية، عارفين الأهلي في مكان تاني، في حتة تانية. فهو طبعا راجل صريح جدا واضح، زي ما دخل مع حضرتك مداخلة قال لك أنا الحتة الأداء ما عجبتنيش. أكيد برضو المنافس ليه دور كبير في حتة الأداء، أنت لما تلاعب برضو منافس قوي بيروح معاكي في الأداء بتاعك وبيشدك معاك، لما يكون مستوى المنافس ضعيف أنت كمان بتبقى فيه حتة إيه تراخي شوية، تراخي شوية. لا بس ده مش صح، أو مش ده اللي إحنا نعرفه برضو. لا يعني لا، في كل الدنيا كده لما إزاي تلعب فريق ضعيف، أنا دلوقتي في تراخي من ده، أنا ده يخليني أضغط أكتر يعني. هتضغطي هتجيبي 17 جون، هيبقى الفريق ده أضعف ما انت متصوره، بس 6-1 والفريق ضعيف جدا. فهي ممكن الاداء هيبان في المباراه القويه الفرقه الكبيره. هو خد اللي هو عايزه من المباراه، هو من جواه كان عايز اداء افضل، بس كاسب سكور، كاسب 6-1. المنافس برده مش جامد قوي. ما انت لما تلعب، انا مثلا بلعب مع فرقه كبيره هطلع كيرف فوق، هي الفرقه الثانيه تشدني معاها فوق، هتلاقي المستوى في المحصله في الاخر الاداء قوي جدا واداء عالي. لما تلعب فريق ضعيف دي اخر امكانياته، واحد داخل فيه 6 انت مستنيه منه ايه؟ يهاجمك بقى ويضغط عليكي ويلعب بقى تكتيك وبتاع فنيات، لا خلاص هيرمي الفوطه وتلاقي الاداء كانها تمرينه. حضرتك بتتكلم بعد ما عملت الهاي سكور ده. أيوة. خلاص يعني انا بريح بقى. هم كمان ما شدوناش، ما انت في فرق لما بتلعبي سان داونز او بتلعبي الفرق الكبيره او نهائي افريقيا او تلعب دوري الابطال او تلعبي مثلا الترجي، مجبر ان انت تبقى فايق ومصحصح طبعا الفرق الكبيره أكيد. انت بتطلعي معاه وهي بتطلع معاكي في الاداء وفي الكيرف، انما الفرق الصغيره يعني ايه نادرا لما تلاقي واحد يشد معاكي، انما السكور ده. فهي الاداء ان شاء الله احنا مش قلقانين على النادي الاهلي، الاداء هيجي بعدين.